السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد الحق العلوي على اليوتيوب. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا على الفرق بين المثقف والمتعلم، واليوم سوف نحاول إجابة على سؤال جديد، وهو كيف تصبح مثقفا في خطوات بسيطة. وسينقسم موضوعنا إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي كيفية إعداد مشروع المثقف، تنفيذ مشروع المثقف، ثم تطوير مشروع المثقف. لإعداد مشروع المثقف يلزمنا أولا استعدادا ذهنيا ونفسيا جيدا، مع التوفر على أدوات ومستلزمات المثقف، ثم ثالثا تحديد أهداف المثقف. كل راغب أن يبدأ بالاستعداد والتحضير النفسي والذهني قبل كل شيء، وهذا أمر ضروري بحيث أن الأمر يتطلب مجهودا ذهنيا ونفسيا، لأن هذا الطريق ليس بالهين ويحتاج نفسا طويلا، وأن الإنسان إن لم يحضر نفسه ذهنيا قبل الشروع فقد يصبح عرضة للإحباط، وهذا أمر طبيعي. ثانيا، توفير كل آليات ومستلزمات طلب العلم كالمراجع والمعاجم والموسوعات، دون نسيان شبكة الأنترنت والتقنيات الحديثة، والتي وإن كثر القيل والقال عنها إلا أنه لا محيد عنها في زمننا هذا. يجب التنبيه إلى نقطة مهمة والتي غالبا ما نقع فيها، وهي حينما نبحث عن كلمة مثلا في محرك في الأنترنت، فإننا غالبا ما نلتجئ أو نلجأ دائما إلى الجواب الأول، وهذا ليس صحيح دائما، حيث أحيانا يكون هناك معلومات مغلوطة، ولذا يجب على الإنسان أن يتحرى وأن يمحص المعلومات قبل الجزم بها. المثقف أن يكون ملما بجوانب ومجالات عديدة، وأن لا يكون متخصصا كالعلماء، بل علمه يجب أن يكون موسوعيا، وأن لا ينحصر على مجال واحد، بل يجب أن يكون بذراية بمحيطه الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، القانوني، التقني والبيئي كما هو موضح في الصورة، وأن يبحث ويناقش مواضيع الساعة التي تستأثر باهتمام الجميع في الوقت الذي يكون فيه المحيط غنيا بالمعطيات. تخصيص وقت للمشروع التثقيفي بحيث يكون متفرغا، وألا يكون باله مشغولا بأشياء أخرى كالعمل أو غيره، لأن هذا من شأنه تشتيت التركيز، مما سينعكس سلبا على فاعلية مخططه وسيقل تحصيله دون شك. لذا وجب توفير ساعات من اليوم أو أيام من الأسبوع مثلا لكي تتخصص فيها لطلب العلم وبحث المواضيع المهمة. وإن كنت حددت مجالات تنفيذ مشروعك التثقيفي، فاعلم أنه من الممكن جدا أن يتغير، لذا يجب أن تكون عندك قابلية التغيير والتأقلم، وأن لا تتردد في تغيير رأيك ونظرتك لموضوع ما في ظل المتغيرات التي قد تطرأ، ولكم في أزمة كورونا خير مثال. أقول تغيير الرأي نعم، لكن لا ننسلخ عن المبدأ. هي التغييرات دائما ما تندرج في نفس الإطار، إما أن تكون في خانة الاقتصاد مثلا، أزمة اقتصادية اجتماعية مثلا، نسبة ارتفاع نسبة البطالة أو العزوف عن الزواج، سياسية، قانونية، تقنية أو بيئية. وكي لا أطيل عليكم، سأعطيكم بضع نصائح ستساعدكم على إثراء رصيدكم المعرفي، ألا وهي ارتياد المكتبات، حضور المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية، مشاهدة الأفلام الوثائقية، توسيع العلاقات الاجتماعية، ثم السفر عند الإمكان. أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وأضرب لكم موعدا في الأيام القادمة في موضوع شيق ومهم للغاية ويخصنا جميعا، ألا وهو التسويف والمماطلة وكيفية التغلب عليهما. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.